هذا وجرى اتصال هاتفي اليوم بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واخيه صاحب الجلاله الملك محمد السادس ملك المملكه المغربيه الشقيقه وتم خلال الاتصال الهاتفي تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك داعين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبه المباركه على الشعبين والبلدين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعه والتقدم وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات